تلم حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. بس مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده؟ بس هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقالها عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شيخ. مش عايز كلام كتير، لوطوا اتنفذوا من سكات. استني يا لب. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يعملني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج، بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحه فين؟ تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شيخ. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. هو اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده؟ بس هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقالها عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاها، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شيخ. مش عايز كلام كتير، لوطوا اتنفذوا من سكات. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه يضيع مني، مفهوم؟
اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج، بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني، رايحه فين؟ وانتوا رايحين تقعدوا هنا قد ايه؟ دايوز. طب بقول لك ايه، ما تيجي نزود يوم كمان ونبات بالمره. نبات اوكي، بس هسال سوء الاول لو وافقت. بيس. ايه اللي هسال سوء؟ كل حاجه هنسال ماما، هنسال ماما، ما بناخدش القرار من دماغنا ابدا. ده عادي، لازم اسال ماما لان الفلوس دي بتاعتها. طيب انا بقول لكم ايه، انا عملت دماغ في المصحه انا ما عملتهاش بره قبل كده. الراجل ده الاستفاد بتاعته اولويز اون فاير. النضاره فيها حاجه ولا ايه؟ هلا يا نضاره ولا يا باشا؟ اوكي ما تغلاش عليك يا راشا. حبيبي يا باشا. بقول لك احنا كده بقى لنا 3 شهور بناخد منك صح؟ بس بصراحه الحاجه اللي معاه كتير. بقول لكم ايه؟ بما ان الحاجه بقى بتعمل لكم دماغ وحلوه كده، انا ليه عندكم خدمه صغيره. خدمه؟ 5 6 تليفونات لاصحاب كل اليوم في الحلوه كده يعني، ظبطوني يعني. ايه ده يا راشا؟ انت عبيط ولا ايه؟ ليه يا باشا بس؟ لا صح، انت شكلك عبيط عشان تطلب مننا ان احنا نشتغل معاك ديلرز. لا يا باشا مش كريم، احنا جايين نقضي ديوز مش عايزين نكد. انا اسف يا باشا، والله ما اقصد اقصد ديوز. ما انا ماشي يا جماعه، انا ماشي خلاص. كريم اقعد، ايه التمثيل ده؟ يا جماعه انت هبل يا جماعه، اشتغل ديلر اكيد يعني. ما هو ما يقصدش الكلام اللي جه في دماغك يعني كريم. خلاص يا راشد، اللي انت عايزه هعمله لك من النهارده كمان. اهدى بقى. انا اسف والله يا كريم باشا، حقك عليا، امسحها معلش. اوكي تمام، انا مش هعمل كده. خلاص يا كريم. طيب خلاص خلاص. انا anyway يا راشد you are not important at all. والله حاسس كلام صح يعني. هات النضاره دي كده. خلاص بقى يا كريم بقى. تقلل شويه بس عشان الخشب ينعم معاك، وشاهل شويه عشان لسه في حتتين قدامنا عايزين نلحق نخلصهم النهارده. الله ينور. بس تيجي تقعد معانا شوية أعرفك على صاحبتي يا جمال. ومال؟ روان راشد. أهلا. وأنت منين بقى؟ أنا من كل حتة. بما إن إنك بتبيع يبقى أنت أكيد بتشد. لا خالص. معقولة؟ مش بيقولوا طباخ السن بيدوق؟ أنا كيف حاجة تانية خالص.